بالنسبه لشهر رمضان كاين فيه اقبال كبير على الشباكيات، اللوز، ميطاب، ليغات، بريوات، محينشات. زعما هادي وقيتهم تقريبا كاين اللي ما كياخذهم غير من العام للعام. كنخدم لي كوموند هنا في المغرب وحتى خارج المغرب. الحمد لله كاين اقبال، الحمد لله. كاع اللي ما كنخدموش في العام كامل كيجيب الله تيسير في رمضان. الشباكيه ماشي سهله باش تصيب، يعني اغلبيه ما تيقدروش يصيبوها في ديورهم، ولكن اغلبيه الموظفات. يلاه دابا صيفطنا واحد لا كوموند فيه 40 كيلو ديال الشباكيه لفرنسا و20 كيلو ديال السلو، وكنخدم ديجا كنخدم مع الناس ديال الطاليان، يعني من 100 كيلو للفوق. هادو ديما. بالنسبه للشباكيه كنديروا ليها 80 درهم ديال اللوز و60 درهم ديال الجنجلان. بالنسبه للسلو كنديروا ليه 150 درهم للكيلو، والزميطه بالاعشاب اللي كيكون على واحد الاقبال كبير في شهر رمضان كنديرها 130 درهم للكيلو. شي حاجه اللي هي ديال الدار ماشي سواقيه، والكليان ديالي اللي كياخذ الشباكيه كل عام كيعاود يدومونديها، ولا بالنسبه للزميطه زعما داك اللي كياخذوها العام اللي فات كيعاود يدومونديوها العام هذا العام. عندك كليانات؟ عندي كليان ما كيفوتنيش الحمد لله. بعض المرات ملي كيكون الكوموند اللي هو ديال 100 كيلو الفوق كنشد معايا الدراري، يعني الدراري ما شاء الله كيخدموا. بالنسبه للمغرب كاين سيد اللي كيليفري وكاين اللي كيجي لسلعتو برا المغرب، كنصيفطوها في لاجونس دو فواياج ديال اللي كيديو الكار اللي كيدي لفرنسا. والحمد لله الحمد لله زعما فرحوا البنات اللي كيتعلموا عندي. كنا كنديروا ديكور في الجمعيه ديال الادماج ديال المعاق، ومني جات الكونفينمون ما بقاش تواصل بيناتنا. قلت انايا ندير لهم قناه باش هكا نيت يستافدوا، وفعلا استافدوا وخدموا. وهكا كانت الفكره ديال القناه باش درتها، واخا هي باقا قناه صغيره، ولكن الحمد لله كنحس براسي كنعطي بحال كندي لاجر في الاخوات اللي كيستافدوا.